معانا رأس الجهاز عشان يعني حبيبي. يعني نتكلم معاه وهو الراجل انا بعزه جدا وبحبه كابتن طارق محروس. اهلا بيك يا كابتن طارق. حضرتك انا سعيد جدا بيك والله والله كابتن اشرف عواد. سعداء بحضرتك جدا يا كابتن. وكابتن اشرف بيمسي عليك. بيقول لك التمرين امتى يا كابتن؟ ايه بيقول لك التمرين امتى عشان يلا نبتدي يعني نخش على التمرين على طول؟ بص نزل من المطار قلت له اشرف انت فين؟ قال لي انا طب انا مستنيك في النادي. دخل النادي في شنطه تدريب. قال لي شنطه تدريب؟ قلت له خش يا عم عندنا تدريب يا عم. طب دي صفقه كانت سريعه، صفقه في الجهاز الفني سريعه، خش على التمرين على طول. موضوع بسيط يا كابتن طارق. كابتن طارق يعني طبعا طبعا كابتن هيثم حبيبي يا كابتن طارق من علامات كره اليد في مصر والنادي الاهلي، فلازم يكون ليه بصمه خصوصا الفتره اللي جايه دي، فتره كلها شباب وناشئين، وهو راجل عنده خبرات. يعني عايز اقول لك هو واقف في الملعب الواحد بيبقى سعيد جدا بيه، الاولاد كلهم متلمين حواليه في التمرين. فعلا حاجه تشرف النادي الاهلي. الله يخليك. ونتشرف احنا كجهاز ان هو يبقى موجود معانا. انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن طارق، واقول للساده المشاهدين ما يخفاش عليكم، يعني انا لما بكلم كابتن طارق اطلب منه يعني انه يشرفني او حاجه يقول لي لا طلع الجهاز، لا طلع اللعيبه. يعني حضرتك بتكبر الناس اللي معاك يا كابتن طارق، ويمكن حضرتك بتحط نفسك اخر واحد والله، وانا اشهد بده، بتحط نفسك اخر واحد ودايما مقدم اللعيبه والجهاز الفني عنك يا كابتن طارق. الحمد لله والله. يعني اصلا احنا لعبه جماعيه، والالعاب الجماعيه ما فيش حد فيها بيسقف لوحده. اي جهاز لازم بيشتغل في منظومه متكامله، كل واحد ليه دور، ما حدش بينفرد بقرار، القرار كله موحد عشان القرار يطلع صح. ما فيش حد بيبقى شايف كل حاجه، لازم اللي حواليك بيبقوا شايفين معاك، وده ده دليل النجاح. انت الفرق اي فرقه في العالم بتكسب بيبقى فرق كلها نجوم، ما فيش نجم واحد. النجم الواحد ده في الفرق اختفت في الالعاب الجماعيه. صحيح. نادرا ما بتلاقي. يعني احنا عندنا مثال قوي جدا، عندنا فرق زي فريق باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان ده من الفرق اللي معججه او موججه بالنجوم العالميين من كل حته في العالم، لكن ما كسبوش بطولات اوروبا، ما بيكسبوش، لان كل نجم فيهم عايز يظهر نفسه، عايز ان تعالى بقى في فرق تانية زي فيسبرم زي كيل الالماني، ما فيهمش النجوم الجامدين لكن بيكسبوا، لان اللعبه اصلا هي لعبه جماعيه. صحيح. وبالتالي كل واحد في الملعب ولعيب او في الجهاز ليه دور، كل ما الادوار اتوضحت وكل واحد خد دوره وعرف ايه اللي بيشتغل فيه، تاكد ان ربنا هيكرمك وهنكسب. ويمكن تاكيد كلام حضرتك كابتن طارق، برشلونه مدجج بالنجوم وما خدش الجلوبال، ما خدش بطوله العالم سوبر جلوبال، ما خدهاش. يعني ده تاكيد لكلام حضرتك، يعني مش بالنجوم، بالعكس هو بالشغل الاداء الجماعي اللي حضرتك من اول يوم توليت فيه المسؤوليه مركز على ده. اتفرج بقى على الفريق اللي كسب البطوله، مفيش مثلا خمسه سته في لعيبه منهم في المنتخبات المانيا، فريق المانيا هو بيلعبوا لعب جماعي. يعني تقعد انت تبقى ايه ده، كل واحد بيخرجوا من المباراه ما تقولش مين اكتر واحد حاطط اهداف، هتلاقي ان كل الاهداف متساويه على كل اللعيبه، لان كل اللعيبه بتلعب، كل اللعيبه عندها فرص اللعب، في قتال في الملعب، في مسؤوليه، في 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 واللي احنا الحمد لله شغالين عليه في النادي الاهلي الفتره الجايه. والحمد لله حتى الكابتن اشرف عواد مع بعد ثاني تمرينه يعني كان له راي جميل جدا بعد ما خرجنا من التمرينه، قال ايه كل النجوم اللي في الملعب دي؟ قلت له دول لسه، قال لي لا انا بتكلم على المستقبل. ايوه بالظبط، فعلا فعلا دول نجوم المستقبل. فطبعا كابتن طارق، يمكن حضرتك منذ توليك المسؤوليه وانت اخترت الطريق الصعب، والحقيقه يعني انا بقول لك يا قلبك بامانه، لانه اي مدير فني بيجي بيبقى عايز يكسب، وانا اسف يعني، وبيدور على نجوم يجيبهم عشان يعني يدعم بيهم الفريق، ولكن انت قلت انا اللي هعمل النجوم وانا اللي هجيب لعيبه صغيرين في السن، هم نجوم وهم تحت السن ولكن محتاجين خبرات. انت اخترت الطريق الصعب يا كابتن، يعني بناء فريق للنادي الاهلي هو الطريق الصعب، ولكن الطريق الصعب اللي بيدوم بعد كده. هو دايما الناس بتغفل، او لو انت جيت مثلا شفت عماره كويسه ولا شفت كوبري كويس، انت ما بتشوف العماره دي في نهايتها بتقول الله الحلو قوي العماره. مين اللي بيحصد النتيجه دي؟ اللي بيجي بعد اللي بنى. محدش بيذكر مين اللي بنى، لكن بيذكره ان اللي شايف العماره دلوقتي او اللي شايف الكيان دلوقتي. احنا عشان اتربينا في النادي الاهلي والنادي الاهلي عملنا والنادي الاهلي صاحب فضل علينا، فاحنا دايما بنشتغل بنيجي على نفسنا، بنيجي على حاجات كتير، لكن
في الاول وفي الاخر شيء دايما شايفين النادي الاهلي هرم، شايفين النادي الاهلي كبير، شايفين النادي الاهلي لازم زي جيل اشرف عواد كده قعد 10 سنين 11 سنه بيكسب كل البطولات وكل الماتشات. احنا بنشتغل في هذا الوقت من السنه اللي فاتت والسنه دي على ان احنا باذن الله نقدر نعمل جيل نفس الجيل بتاع الكابتن اشرف عواد كده يكسب للنادي الاهلي لمده 10 سنين. اللي يحصد يحصد، المهم ان في النادي الاهلي يبقى نمره واحد باذن الله قريبا. النادي الاهلي بالنجوم اللي موجوده فيه واللعيبه اللي موجوده فيه زي ما قلت لحضرتك او كده، وبقول النادي الاهلي انتظروه السنه دي باذن الله والسنين القادمه كمان هو اللي هيلم، هو اللي هيحصد كل البطولات باذن الله. ومعلش يا كابتن برضو يعني انا قبل ما اختم مع حضرتك، انت حصدت كمان يا كابتن معلش يعني ابطال الكؤوس وبطوله كاس مصر السنه اللي فاتت، يعني قصدي اقول ان حضرتك مع بناء هذا الفريق ربنا كرمك ببطولتين يعني الحمد لله، يعني منهم بطوله كانت غايبه كتير عن النادي الاهلي. والله الحمد لله احنا بنشتغل، وزي ما بقول لك انا بشتغل لان انا اتربيت في النادي الاهلي ومن حق النادي الاهلي عليا ان انا اشتغل له انا والجهاز اللي معانا، واحنا بنشتغل بدون اي تحفظات ولا بدون اي حسابات ولا بنعمل حساب ان احنا ان ده هتبقى على سمعتنا او احنا بنشتغل. وتاكد طالما بتشتغل وبتراعي ربنا اكيد ربنا سبحانه وتعالى اكيد ربنا سبحانه وتعالى هي في يوم من الايام هيقول خلي كل الناس تقول الناس دي اشتغلت بضمير، عملت لنا فعلا فرقه محترمه، عملت لنا فرقه بتكسب، وباذن الله الفرقه دي هتكسب لان الاولاد كلهم متعطشين ان هم يدخلوا ويرجعوا البطولات للنادي الاهلي. وكل وجود اشرف عواض وجود محمد عادل الجيل اللي حصل بطولات للنادي الاهلي 11 سنه متتاليه، اعتقد ان دول بينقلوا خبراتهم للعيبه اللي موجودين. انا مش انا بقررها لك تاني، اشرف مع اول تمرين في التمرين عايز اقول لك التمرينه كان ليها شكل بصراحه، انا شخصيا يعني حسيت ان ربنا كرمني بوجود اشرف معانا في الجهاز بعد اول تمرينه. وعايز اقول لك على حاجه كمان، انا مرنت خمس ست افراد من عيله اشرف عوض حتى شيماء. لا لا انت واخد العيله بقى يا كابتن يعني خط طويل كده يا كابتن ما شاء الله، ربنا يوفقك يا كابتن وكلنا ثقه والله يا كابتن فيك، ويعني مش عايز اقول لك مكالمتك طمنتنا بشكل كبير والله يا كابتن، كل التوفيق لك يا كابتن طارق محروس ما شاء الله، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله السنه دي وتفرحونا ببطوله واحنا عندنا ثقه بده ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله بنفسكم وباذن الله بدعاء الناس وبس.